بدأ المارد الأحمر تحضيراته دون راحة لمواجهة الألومنيوم في دور 32 من بطولة كأس مصر حامل لقبها الأهلي. الجهاز الفني طالب لاعبيه بصب التركيز على المواجهة المقبلة لتحقيق الانتصار وبلوغ الدور التالي، وناقش كولر مع جهازه المعاون التحضيرات الخاصة للمواجهة المقبلة وبرنامج تجهيز اللاعبين على الوجه الأمثل. أعلن أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم ومدير التعاقدات عن تعاقد النادي مع يوسف أيمن لاعب الدحيل والمنتخب القطري لمدة عام على سبيل الإعارة، وأن النادي قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن، وسوف ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق وفقا لرؤية المدرب مارسيل كولر. أعلن الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ضم إبراهيم هشام لصفوف رجال كرة السلة لمدة 4 سنوات قادما من نادي طلائع الجيش، وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب من أجل الانتظام في فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد مع الفريق. كما أعلن الكابتن العوضي التعاقد مع اللاعب محمد عدلان لتدعيم شباب 2006 لكرة اليد قادما من طلائع الجيش استعدادا للموسم الجديد في ظل المنافسة على البطولات المحلية. أعلن نادي برشلونة الإسباني ضم النجم الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب الفريق السابق المعتزل مؤخرة للجهاز الفني تحت قيادة المدرب الجديد الألماني هانز فليك. كان نجم ليفربول وبايرن ميونخ السابق قد أعلن اعتزاله كرة القدم الأسبوع الماضي وهو في 33 من عمره بعد مسيرة طويلة مع أبرز الأندية الأوروبية. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تمديد عقد لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش رسميا، وأن العقد الجديد يمتد حتى 30 من يونيو لعام 2025. من جهته أعرب مودريتش عن سعادته الغامرة بتجديد عقده، وأكد أنه كان حلما عظيما له عندما انضم إلى ريال مدريد، وأنه يتطلع بشغف للمشاركة في رحلة جديدة حافلة بالإنجازات، وسيسعى جاهدا للفوز بمزيد من البطولات خلال منافسات الموسم القادم. أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تمسكه بالمدرب إيدي هاو وسط تكهنات حول خلافة جارث ساوثغيت في منتخب إنجلترا لكرة القدم. وذكر دارين إيلز المدير التنفيذي لنيوكاسل أن ناديه عازم على الإبقاء على هاو لخوض رحلة مثيرة كونه الرجل المناسب لقيادة مشروع طويل الأجل، وسيتم مقاومة أي تواصل من الاتحاد الإنجليزي لتولي مهمة تدريب المنتخب. أشارت تقارير صحفية إلى دخول الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الأمريكي خلال الفترة المقبلة خلفا للمدرب المقال غريغ برهالتر بعد وداع منتخب أمريكا لبطولة كوبا أمريكا 2024 من دور المجموعات. خضع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب فريق أتلتيكو مدريد إلى الكشف الطبي في العاصمة مدريد تمهيدا لإعلان انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الحالية، وسيوقع عقدا مع روسونيري مدته 4 سنوات حتى عام 2028 بعد اجتياز الفحوصات الطبية.